السلام عليكم، معكم أسماء النمات من جمعية ستاند اب فور سوشيال. اليوم معنا في تنظيم إفطار صائم العابري سبيل المرحلة الثالثة، 400 إفطار إن شاء الله. اليوم انتم كتشوفوا معنا الحمد لله قدرنا اننا نحققوا الهدف ديالنا والمبتغى ديالنا بفضل المحسنين وبفضل الاصدقاء، وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر. معكم سامية مويسات من جمعية ستاند اب فور سوشيال. حنا الان في صدد التحضيرات ديال الوجبات ديال الافطار اللي كنفرقوا على الصائمين. اول حاجه كنبداو بها هنايا كناخذوا هاد الساشيات هادو تنعمروا بهم التمر والشباكيه، كنديروا ثلاثه تمرات وشباكيه في كل ساشي. من بعد كنجيو لهاد المرحله هادي، كيديروا الدراري هنايا بتي بان وشني في كل ساشي. من بعد كاين هنايا البنات اللي تيغلفوا البيض بلي بابيي بلي سيرفييت. معكم عادلة جحال من جمعية ستاند اب فور سوشيال. الان في المرحلة ما قبل الاخيرة، كما كنسميوها مرحلة خلية النحل، حيث الاخوان كيقوموا دابا بملء وترتيب ترتيب وجبات الافطار، ومن اجل تقسيمها على السيارات اللي عندنا. ومن بعد كنقسمهم على نواحي اكادير ونواحي انزكان ومحطات الطرقيه لكل مدينه اكادير ومدينه انزكان. الاخوان الان كما كتلاحظوا معنا كيقوم بواحد خاليه او كما كنقولوها لا سانتور. كيبداو من قرايد الماء، العصير، الحليب، البنان، التمر، الشباكيه، كرواسا، شنيك، البيض. ومن بعد كيجيو عند الاخ هنا اللي كيقوم بالكونترول ديال لي ساشي كاملين. ومن بعد كيتم تعبئه السيارات اللي ان شاء الله غتابعوها معنا بعد قليل. كما جرت العاده في النهايه ديال اللقاء اللي كنديروا ملي كنوجدوا عمليه الافطار ديال الصائم اللي النومبر ديالها 300 واحد ان شاء الله. في الاخر كنديروا الاجتماع خاص بالطريقه ديال التوزيع وعلى حسب الطوموبيلات اللي كاينين وكيفاش التوزيع والنومبر ديال كل طوموبيل شحال كتهز ديال الافطار، والتقسيم على حساب اكادير اللي كيديروا انزكان. وكاين الناس اللي كيمشيو للمحطه ديال انزكان حتى هي حيت فيها نومبر كبير ديال البنات، وهذا الشيء كامل على اساس نحاولوا نفرقوا هذا الافطار كامل في وقت وجيز اللي هو وقت الفطور اللي كنعرفوا كاملين اللي راه هي وقت وجيزه وقليله، وكنحاولوا ندركوا هذا الشيء مع الجهد الكبير اللي السلام عليكم، معكم ياسين العقوبي من جمعيه ستاند اب فور سوشيال. كما تبعتوا معنا انتهت المرحله ديال توزيع ديال وجبات الافطار اللي تمكنا اننا نوزعوا عمليه الافطار في كل من انزكان واكادير، نواحي انزكان ونواحي اكادير اضافه الى محطه الترقيه. الان المتطوعين ديالنا كما كتشوفوا غادي نديروا افطار جماعي، ومن بعد غادي نشوفوا واحد التقييم باش نشوفوا كيفاش داز النشاط. وبعد المناسبة ما كنبغي نوجه التحية والشكر لكاع الناس اللي تعاونوا معنا اللي نجحت المبادرة الخيرية هذه، وكذلك بغيت نوجه التحية والشكر لدار الشباب الحي الحسني اللي خلاو لنا الفضاء فين نقدوا وجبات الإفطار. شكرا للجميع.